نجح مسؤولون نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في تمديد عقد إيهاب أمين نجم الفريق الأول لكرة السلة لمدة 3 مواسم مقبلة، لينتهي تعاقده مع المارد الأحمر بنهاية موسم 2024-2025. وقدم البوب كما يحلو لجماهير الأهلي أن تلقبه مستوى مميزا رفقة الشياطين الحمر خلال 3 أعوام الماضية، وقاد الفريق لحصد 5 ألقاب، وهم لقبان لدوري المرتبط ولقب لبطولة منطقة القاهرة ومثله لكأس مصر. وكان أحد أهم أسباب فوز الأهلي بالبطولة العربية للمرة الأولى في تاريخ القلعة الحمراء. وتعول الجماهير الحمراء آمالاً عريضة على أمين لاستعادة لقب دوري السوبر والغائب عن خزائن المارد الأحمر منذ 6 سنوات، حيث إن آخر لقب للشياطين الحمر كان في موسم 2015-2016 والتتويج بالخماسية التاريخية. كما قاد نجم الأهلي منتخب مصر لحصد 5 نقاط في مباريات المرحلة الأولى من المجموعة الرابعة للتصفيات الإفريقية والتي أقيمت بالسنغال فبراير الماضي، عقب الخسارة أمام السنغال ثم الفوز على كل من كينيا والكونغو الديمقراطية، ويسعى لقيادة الفراعنة للصعود لكأس العالم للمرة 6 في تاريخهم وعقب غياب 8 سنوات، حيث يعود الظهور الأخير لأبناء النيل في البطولة المونديالية إلى نسخة إسبانيا عام 2014. ويمتلك إيهاب أمين موهبة ضخمة وإمكانيات كبيرة يستطيع من خلالها فك طلاسم أقوى الدفاعات، ولديه شخصية قيادية داخل الملعب، كما أنه متلاحم مع زملائه داخل الفريق.